زايد الخير يقرب مسافات الوطن مفتتحا طريق الشارقة الذيد. افتتح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي آنذاك طريق الشارقة الذيد بطول 64 كيلومترا بحضور المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة آنذاك، وذلك في 7 مارس عام 1970 على نفقة الشيخ زايد رحمه الله. وقد قام بتنفيذ المشروع شركة خان صاحب لصاحبها حسين خان صاحب، وقد سمي الشارع بشارع الشيخ زايد. وألقى رجل الأعمال الإماراتي ناصر عبد اللطيف السركال كلمة افتتاح المشروع، ثمن فيها الإنجاز الذي تحقق في مشروع طريق الشارقة الذيد، مشيدا بالدعم الذي حظي به المشروع من قبل الشيخ زايد رحمه الله. وكان المغفور له الشيخ زايد حريصا منذ توليه الحكم في إمارة أبوظبي في 60ات القرن الماضي على زيارة الإمارات الشمالية بشكل دائم وتقديم كل سبل الدعم والعون لها من خلال اهتمامه وتوجيهاته.